بعد ما تردد كلام كتير واخبار كتير بتقول ان برنامج اكتشاف المواهب الجديد نجم الشعب اتلغى بشكل نهائي، نفى النجم حكيم اللي بيشارك في لجنه تحكيمه وكمان بيشارك في انتاجه الاخبار دي، واكد ان هم هيكملوا البرنامج. وحكيم وضح ان سبب تاخر عرض البرنامج هو المطرب الجزائري شاب خالد واللي بيشارك في لجنه تحكيمه، ولانه مرتبط بظروف منعته من التواجد في مصر بشكل دائم عشان يصور البرنامج. واخيرا اكد حكيم ان البرنامج هيتم عرضه خلال الفتره القريبه اللي جايه.